زي ما انتم شايفين حضراتكم، يمكن ده استقبال فريق النادي الاهلي لاحمد القندوسي اللاعب الجزائري المنضم حديثا للنادي الاهلي. هذه الكواليس وهذه اللقطات خاصه وحصريه على شاشه قناه الاهلي لكل الساده المشاهدين. يمكن احمد القندوسي وصل بالامس حوالي الساعه 1:30 من صباح اليوم، كان في استقباله الكابتن سمير عدلي. يمكن سافر كابتن سمير عدلي المدير الاداري من الرباط الى كازابلانكا عشان يصطحب أحمد القندوسي من مطار كازابلانكا ويسافر به إلى مدينة الرباط، ووصل حوالي 1:30 من صباح اليوم في فندق الإقامة، وعلى طول وصل الفندق قابل يمكن عدد من مسؤولي البعثة كانوا في انتظاره. والنهاردة الصبح على طول بقى في الفطار يمكن ارتدى بقى تيشيرت الأهلي والزي الخاص بيه، كل حاجة بقى خلاص بقت ضمن البعثة. أحمد القندوسي يمكن أحدث الوجوه المنضمة للنادي الأهلي، والنهارده كان موجود مع الفريق على الفطار. وطبعا شايفين اللعيبه اول ما نزلوا من الاوض ونزلوا للفطار استقبلته طبعا، وان شاء الله باذن الله يكون انضمام وصفقه مفيده للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. اللاعب الجزائري كان عنده مهمه في الفتره الاخيره مع منتخب الجزائر للمحليين، ولعب مع الجزائر حتى المباراه النهائيه في كاس الامم الافريقيه للمحليين، ولكن سوء الحظ والتوفيق ما كانش معاهم، خسروا من السنغال بركلات الترجيح. وحتى احمد القندوسي ما كانش موفق يعني في الركلة الترجيحية اللي سددها في الضربات الأخيرة في المباراة، لكن إن شاء الله بإذن الله في الفترة اللي جاية هيكون بداية موفقة ليه مع النادي الأهلي، وبإذن الله الفترة اللي جاية مع بطولة إفريقيا ودوري أبطال إفريقيا هيكون أحد الإضافات المهمة جدا في خط وسط النادي الأهلي. أحمد القندوسي بيلعب في مراكز مختلفة، لكن كل ده بالتأكيد هيجي حديثه خلال الفترة اللي جاية. لسه عندنا كلام بقى بعد نهاية مشوار المونديال، هنتكلم على أحمد القندوسي والمشاركات والمراكز اللي بيلعب فيها والإضافة اللي ممكن يقدمها مع النادي الأهلي في خط وسط الفريق في الفترة اللي جاية.